تشارك مملكة البحرين بجناح خاص في موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من الأول وحتى 31 من أغسطس الجاري. تأتي المشاركة في حي العرب الذي يحتضنه سوق عكاظ التاريخي، والذي يشهد هذا العام مشاركة عربية واسعة من قبل 11 دولة تتنافس على جذب أكثر من 2 مليون زائر. يعد موسم الطائف أحد أهم المواسم السياحية المحلية ضمن مبادرة مواسم السعودية، ويتضمن أكثر من 70 فعالية ترفيهية وثقافية متنوعة. ويعكس جناح البحرين الثقافة البحرينية من خلال العروض الشعبية التي تتضمن الدانة وغبقة الرمل، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية والحرفيين. كما يتضمن الجناح عروضا مسرحية بحرينية.